تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية جميعا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا خلال الساعة على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون دائما عودناكم في بداية البرنامج وحلقتنا الأولى بتكون أو موضوعنا الأول عن السوشيال ميديا وما يستجد في الموضوع مع زميلتنا أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أختي أسماء. لخو قبل في الأشياء الخاصة قنوات التواصل الاجتماعي، أمس كان يوم حق الليلة، ونحن نشكر الجميع على التزامهم وتطبيقهم الإرشادات الصحية في التعامل مع هذا اليوم. هي احتفالية نحن تعودنا عليها، لكن الحمد لله أنه يعني في قنوات التواصل الاجتماعي ما شفنا الكثير من اليمعات بهذا الخصوص، لكن أكيد في مجموعات طبعا يعني ما تلتزم بالإرشادات، ونتمنى من الجميع أن يلتزم، لأن يعني التزام الجميع هو اللي راح يخلينا نحن ننتهي من هذه الأزمة أو هذه الجائحة بسرعة. أختي أسماء، أنا شخصيا أخذت تعليماتك وتوجيهك بالأمس، وسوينا شيء بسيط يعني على مستوى العائلة في البيت. هذا هو يعني نحن دام موجودين في البيت مفروض يعني ما نعزم أكثر. حتى أيضا إحنا وضعنا يعني واجباتنا استفسارات عن خيمة البحث الخاصة بهيئة الصحة بدبي الموجودة في نادي نصر. وضعنا نحن قنوات التواصل الاجتماعي دليل خدمة بحث كورونا الفيروس كورونا المستجد عبر المركبات الموجودة بنادي نصر. فاللي يبغى يعرف مثلا كيف الإجراءات والإرشادات وكيف يأخذ مواعيد وهي التفاصيل كلها موجودة في حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن أنهم يلقون عليها نظرة ويشوفونها قبل ما يأخذ الموعد. الخدمة هي متوفرة لخمس فئات، ولكبار المواطنين، أصحاب الهمم، الحوامل اللي عندهم أمراض مزمنة، وايضا اللي عندهم اعراض مرضيه اللي هي عندهم الاعراض الخاصه بفيروس كورونا. هذول الخمس فئات الخدمه هاي متوفره لهم لانهم الاكثر يعني يمكن تاثرا بفيروس كورونا، فهاي الفئات يرمون ياخذون الموعد عن طريق الاتصال ب 800-342. اختي اسماء، بس من فضلك لو تذكرين عن ساعات العمل في الخيمه. هي بتكون من الصبح لين الساعه تقريبا الساعه 6 المساء. نعم. فممكن انهم يتصلون في اي وقت يوصلهم المسج. ممتاز. غير هذا انهم يقدرون ايضا يطلعون عسب الجستن كيس انه يراونهم ان في موعد طبي في حال توقفتهم دوريه يعني خلال يعني ذهابهم للخيمه. نعم. ايضا احنا يعني وضعنا مجموعه من هذا، صح الارقام قاعده تزيد، لكن كنا حاطين في النصيحه، هاي كانت اخر نصيحه عندنا امس مساء، ان صح الارقام ترتفع لكن معاها إن شاء الله نحن راح نرتفع بعزائمنا بالتزامنا بإرادتنا، وهالجائحة موجودة في كل العالم. نعم. ونحن عينا كلنا نتعاون ونكون إيجابيين، وإن شاء الله إن شاء الله يعني قريبا نتمنى أن يعني هالجائحة تروح ودمتم بالصحة والسعادة.
دمتي بالصحة وسعادة أختي أسمى، شكرا لك وما قصرتي على المعلومات الجميلة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت أختنا أسماء الجناحي، يمكنكم الاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342 للاستفسار عن الخيمة بالنسبة للفحوصات. ومثل ما ذكرت الأخت أسماء، هناك في 5 فئات اللي هم كبار المواطنين، أصحاب الهمم، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، أو أيضا الأصحاب اللي عندهم أي أعراض تشابه الأعراض الإنفلونزا. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الجاية بتكون مع زميلتنا الأخت فاطمة فريد، وموضوعنا اليوم أيضا حيوي، دور التغذية في تقوية المناعة. ولكن مستمعين الأعزاء، نحتاج أن نطلع فاصل، خلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. نحب نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن دور التغذية في تقوية المناعة مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صبحت الله بالخير والنور والعافية. أيضا مستمعينا الأعزاء، تحدثنا نحن في الأسابيع وفي أيضا يعني مواضيع كثيرة عن دور التغذية في تقوية المناعة. هناك الكثير من الأغذية التي ممكن نحن نستفيد منها خلال الفترة هاي أن تقوي المناعة في الجسم. بتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة صحة دبي الأستاذة فاطمة فريد. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بالنور، أهلا وسهلا. مرحبا أختي فاطمة. نحن طبعا يعني خلال الحلقات السابقة تكلمنا، لأن هذا جانب مهم جدا، دور التغذية في تقوية المناعة، وأيضا هناك بعض الأغذية اللي لها فائدة كثيرة بالنسبة لعالية في البروتين وعالية أيضا في المعادن. صحيح صح، أثبتت بعض الدراسات يعني مثل ما تناول بعض الأغذية ممكن أن يضر بصحتنا، في أغذية ممكن إذا نحن تناولناها يتعزز من مناعة الجسم وتقوي الجهاز المناعي في جسمنا، ففي حالة الالتهابات الفيروسية أو أي نوع من الأمراض ممكن أن جهاز المناعة عندنا يكون أقوى إذا تناولنا نظام غذائي بشكل عام صحي وعالي بالأكلات والأغذية اللي يكون فيها فيتامينات ومعادن. نعم نعم أختي فاطمة، نحن نبغى نسمع عن الأطعمة الخارقة، يمكن يعني هذا مش هو الترجمة الصحيحة، ولكن أنا أدري أن عندك أنت كثير من الأنواع من الأغذية اللي هي خارقة بالنسبة للبروتينات أو المعادن المفيدة لجسم الإنسان. طبعا الأطعمة الخارقة أو هي السوبر فود هي أطعمة عالية جدا ببعض العناصر الغذائية المهمة. نعم. اللي هي مثل الفيتامين سي، مثل الفيتامين اي، الحديد، السيلينيوم والزنك. فهذه الأطعمة بتكون غير عن ليش سموها سوبر فود، هو يمكن البداية المسمى كان بدأ بداية لغرض التسويق، لكن بعدين الأبحاث والدراسات لما سلطت الضوء على هذه الأغذية ودرستها وشافوا الفوائد منها، فقمنا نسميها أو قام يسمونها سوبر فود أو الأطعمة الخارقة. لأنها تحتوي على المواد الغذائية اللي تعزز من مناعتنا، وفيها أنتي أوكسيدنت، مضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن بشكل أكبر عن غيرها. فمهم أنها تكون جزء من يومنا، من غذائنا الصحي المتكامل، مش مو معناته أن ناكلها بكميات كبيرة وننسى باقي الأكل، لا هذا غلط. نحن ما نقول أن ناكل هالسوبر فود أو الأطعمة الخارقة وننسى الأكل الثاني، يعني بالعكس نحطها من ضمن نتناولها بكميات متوازنة وتكون ضمن غذائنا الصحي. نعم. بيكون عندنا شيء مثل السوبر بليت اللي نسموه، اللي هو الصحن المتوازن الخارق. أيوة الصحن، يعني تكون ضمن أكلنا الصحي
ونظامنا الغذائي بشكل عام يكون صحي نعم عشان عشان نستفيد من هالأطعمة. نعم فمن فالأطعمة هاي الخارقة تتكون من المعادن والفيتامينات مثل الزنك والسيلينيوم قلت والحديد والفوليت والفيتامين سي ودال وفيتامين اي اللي هو موجود بعد في الدهون المفيدة. وهذه الأطعمة منها البروكلي اللي بعد نقدر نتناوله كجزء من الخضروات والخضار الموجودة في الوجبة. الشاي الأخضر بعد نقدر نتناوله كمثلا مرة في اليوم أو مرتين في اليوم على حسب. الكركم بعد يعتبر من الأطعمة الخارقة لأنه بعد عالي بالفيتامين سي، عالي بالمغنيسيوم والحديد والزنك. أوكي. البروكلي بعد أنا قلت أنه بعد عالي بالفيتامين سي والفيتامين كي، فبعد يعني نحاول أن نكون من ضمن غذائنا. في فاكهة يمكن موجودة عندنا نحن لكن مش معروفة وايد، اسمها الجوجي بيري اللي هو التوت الجوجي. نعم أوكي. بعد هالتوت ممكن موجود عندنا أكثر لأنه طبعا ما مو في بلادنا، لكن موجود في كفواكه مجففة ممكن نحصله. هو بعد انشهر وايد أنه سوبر فود أو من الأطعمة الخارقة لأنه بعد عالي بالأنتي أوكسيدنت أو المضادات الأكسدة، والفيتامين إيه فيه عالي جدا والفيتامين سي. فبعد إنه مو بغلط إنه يكون جزء من أكلنا أو ممكن ناخذه من فترة للثانية يعني من ضمن غذائنا المتوازن. فهذه الأطعمة يعني فيها مكونات غذائية تقلل من الالتهابات في الجسم أو تساعد الجسم على تصدي هذه الالتهابات بشكل أفضل إذا تناولناها أو إذا أكلنا بشكل عام طبعا كان متوازن. ما نعتمد عليه، نحن ما نقول إن نحن نعتمد عليها للتصدي أو لمعالجة مرض ما، وإنما يكون يعني اختفاق من مثل نمط حياة، لأن اليوم يعني وجودنا نحن في البيت أيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار التوازن في الوجبات، يعني وجبات تكون متوازنة وفيها جميع الأشياء اللي يحتاجها الجسم سواء يعني وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء. هي بالضبط. فنحن مثل ما الحين نحن موجودين في البيت، أغلب الناس العمل عن بعد صار بسبب التعقيم، فنستغل هاي الفرصة إن نتناول أطعمة محضرة في البيت أو متوفرة في البيت وتكون عالية بالسوبر فود أو الفيتامينات والمعادن اللي هي تعزز من مناعتنا. يعني مثلا نتناول الحمضيات من الفواكه مثل الكيوي والبرتقال، البروكلي مثل ما قلنا، السبانخ ممكن يكون جزء من أكلنا، الفلفل الأحمر، الخضروات اللي دائما فيها الألوان القوية هاي تكون عالية بالفيتامينات والمعادن، البطاطا الحلوة، الفاصوليا، هالأطعمة كلها إذا كانت المكسرات بعد بعد إذا كانت هاي الأطعمة من ضمن يعني من ضمن وجباتنا الغذائية خلال اليوم، هالشيء بعد بيساعد على تقوية مناعتنا ونحن موجودين في المنزل. نعم فبس نبغى نقول يعني للناس إن من المهم الموازنة في تناول الأطعمة الغذائية بشكل عام وعدم الإسراف في تناول أي نوع من الأكل، حتى لو كان مفيد ممكن أن تناوله والإفراط في تناول هاي الأطعمة ممكن أن يكون يعني يكون له تأثير سلبي علينا. نعم اختفاط معنا سؤال بالنسبة للفلفل الحار، هناك بعض الاعتقادات أن كثر ما كان الفلفل حار حرورتي يعني كثيرة معناته نسبة الفوائد اللي في الفلفل مفيدة للجسم. هو الفلفل بشكل عام مفيد، يعني في عالي هو بالفيتامينات والمعادن وبعد في أنتي أوكسيدنت نعم. اللي هو مضادات الأكسدة، فمفيد يكون من ضمنها بس مش على حسب حرارته يعني بشكل عام. وحتى الفلفل البارد عالي الفلفل البارد بعد له فوائد. فلا نعم. الأستاذة فاطمة فريد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو، الله يخليك.
مستمعينا الأعزاء، كانت معنا الأخت فاطمة فريد أخصائية التغذية من هيئة الصحة بدبي، ومثل ما ذكرت بأن من المهم جدا التوازن في التغذية وفي الوجبات اليومية، سواء وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، بحيث أنه يكون متوازن ويفيه كل العناصر الغذائية سواء من البروتين أو المعادن المفيدة للجسم. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون مع الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون التشابه والاختلاف بين الكورونا فيروس والإنفلونزا العادية. بنطلع معاكم فاصل مستمعينا الأعزاء، خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. نحب نذكركم مستمعينا الأعزاء على رقم التواصل 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من التشابه والاختلاف بين أعراض الكورونا فيروس وأعراض الإنفلونزا العادية، وأيضا هناك الكثير من الناس يقومون بالمقارنة بهذه الأعراض، وطبعا في أوجه كثيرة للمقارنة من حيث الأعراض وسرعة الانتشار والخطورة وأيضا من التدخلات الطبية. بنعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن هاي الفروقات والتشابه مع الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتور وليد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. يا صباح النور، يعطيك العافية. الله يحييك دكتور. مثل ما ذكرنا إنه يعني في تشابه بالنسبة للأعراض، وأيضا الناس تقارن اليوم دكتور بين الأعراض الكورونا فيروس وأيضا الأعراض الإنفلونزا العادية. تخبرنا دكتور تشابه بشكل عام بين مرض الكورونا فيروس والإنفلونزا العادية، كيف نقارن بين هذه أو بين هذين المرضين من حيث الأعراض وأيضا من حيث درجة الشدة لكل عرض؟ بالنسبة لأوجه التشابه، يعني في مسألتين أساسيات يتشابهان فيها، ويمكن اليوم كثير من الناس عم تسأل على أنه هل منقدر نميز بالأعراض اللي تظهر في مرض كورونا فيروس، نميز بينه وبين الإنفلونزا. الحقيقة هي أنه التظاهرات المرضية متشابهة في المرضين، فكلاهما يؤدي إلى طيف واسع من أعراض مرضية، يعني كلاهما ممكن أنه يكون بدون أعراض، كلاهما ممكن يكون خفيف، كلاهما ممكن يكون متوسط الشدة، ويمكن أن يكون شديد أيضا، ويمكن أن يؤديان إلى الوفاة، كلا الإنفلونزا وكوفيد 19. أيضا هناك أوجه ثانية للتشابه، هي التشابه في طرق الانتقال، فكلاهما أيضا ينتقل بالقطيرات، وهي الرذاذ الذي يخرج من الفم والأنف والمفرزات التي تخرج من الأنف، وأيضا ينتقلان بالتماس، التماس اللي يكون بشكل أساسي عن طريق التماس بالأيدي، وأيضا ينتقلان عن طريق الأدوات المختلفة اللي بيستعملوها الأشخاص. هناك طرق انتقال أخرى طبعا ممكن يعني نتطرق إليها، ولكن غير موجودة في هذين المرضين. نعم دكتور وليد، إذا تحدثنا عن موضوع يعني نسبة دخول المرضى للمستشفيات، سواء يعني الفرق، لو يعني نوضح لمستمعين الأعزاء الفرق بين نسبة دخول المرضى للمستشفيات بسبب أعراض الكورونا فيروس أو بسبب أعراض الإنفلونزا العادية. طبعا لم ينتهي الوباء حتى اليوم، يعني لذلك ممكن احنا ناقد المقارنة من البيانات المتوافرة حتى اليوم. نعم. فمنلاحظ مثلا من البيانات المتوافرة بالنسبة للإنفلونزا، يعني أكثر الدول اللي هي مثلا ممكن تعمل إحصائيات الولايات المتحدة الأمريكية، فتقريبا بالنسبة لوباء الإنفلونزا في عام 2017، موسم 2017-2018، كانت معدل دخول المستشفيات 180 ألف حالة. نعم. ولذلك مهما كانت الزيادة حتى اليوم في دخول المستشفيات، هي لا تعادل دخول المستشفيات بالنسبة للإنفلونزا،
طبعا هناك أوجه اختلاف كثيرة يمكن بتخفف من حالة الخوف من المرض. يعني مثلا إذا تحدثنا عن سرعة الانتشار، نعم، فممكن أنه نقول أنه سرعة الانتشار تتعلق بمسألتين، فترة الحضانة ومصطلح علمي يسمى الفترة السلسلية. طبعا ممكن يظن البعض أنه كوفيد 19 هو أسرع انتشارا، ولكن بالمقارنة العلمية ثبت أنه هي الإنفلونزا اللي هي تنتشر بصورة أسرع. الإنفلونزا العادية دكتور؟ أيوة، الإنفلونزا العادية والإنفلونزا الموسمية. اللي هي الموسمية، نعم. نعم، ليش؟ لأنه في عندنا فترة الحضانة، بالتعريف هي فترة الحضانة هي الفترة اللي بتمتد بين دخول الفيروس يعني العدوى وبين ظهور الأعراض، وهي بالإنفلونزا أقصر. يعني بالإنفلونزا هي حوالي 1 إلى 2 يوم فترة الحضانة، بينما بكوفيد هي من 2 إلى 14 يوم. وأيضا الفترة السلسلية يعني هي الفترة التي تنقضي بين الحالات المتعاقبة، يعني الحالة الأولى والحالة التي تعدى من هذه الحالة، فهي في كوفيد 5 إلى 6 أيام، بينما بالإنفلونزا 3 أيام. وبالتالي إذا ضمينا فترة الحضانة مع الفترة السلسلية عم نلاحظ أنه الظروف المتوافرة للإنفلونزا للانتشار هي أفضل من كوفيد، فهو ينتشر بصورة أسرع. نعم، أيضا دكتور يعني من خلال يعني الحديث لو نتكلم عن يعني نحن تكلمنا عن المقارنات يعني من حيث سرعة الانتشار والخطورة، لو نتحدث دكتور عن يعني الفرق بين العلاج أو التدخلات العلاجية سواء بالنسبة ل يعني أعراض الكورونا فيروس أو أعراض الإنفلونزا العادية. نعم، بالنسبة لل يعني كورونا، مرض كورونا، فيروس كورونا المستجد، هو ما زال جديد وما زال اليوم تجرى التجارب على الأدوية. يعني رغم كل ما قيل عن أدوية الملاريا وأدوية الإنفلونزا القديمة، إلا أنه كل ما قيل ما زال بطور التجارب. نعم، ويستخدم، إن كانت بعض الدول تستخدم هذه الأدوية فهي تستخدمها بشكل تجارب سريرية. وكذلك الأمر، هناك اليوم أكثر من 20 نوع من اللقاحات يجري تجريبها بالنسبة لمرض كورونا، الفيروس كورونا المستجد. نعم. بينما الأمر بالنسبة للإنفلونزا هناك لقاح، هناك أدوية مضادة للفيروسات، وبالتالي يمكن أن يعني نتعامل براحة أكثر في واقع الإنفلونزا، وخاصة الإنفلونزا الموسمية اللي كل سنة مثلا منظمة الصحة العالمية تحصل على الفيروسات الجائلة وتصنع منها لقاح موسمي يعطى بموسم معين يمتد من شهر سبتمبر وأكتوبر إلى شهر مارس. نعم، لهذا السبب دكتور وليد يعني العلاجات اللي موجودة أو الحالات اللي يتم علاجها لو نتكلم عنها شوي، كيف يتم علاجها؟ لأن لين اليوم مثل ما تفضلت أنه ما في يعني علاج للكورونا فيروس، ولكن إدارة حالة الإنسان وعلاج الأعراض هي هاي النتيجة اللي ممكن يستفيد منها المريض. طبعا هون ممكن احنا نتطرق لطيف الأعراض، وبالتالي يمكن أن نقول أنه بمرض فيروس كورونا المستجد تقريبا 80 حسب الإحصائيات المتوافرة حتى اليوم، أكثر من 80% هي حالات خفيفة وتشبه حالات الرشح، ويمكن أن تكون بدون أعراض، وبالتالي لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التدخلات. بنسبة 15% تكون حالات شديدة وتحتاج إلى إعطاء أكسجين بالإضافة للمعالجات العامة اللي هي تعتمد على تقوية مناعة الجسم وتقوية قوته تجاه مقاومة كل العوامل الخارجية، وأيضا يعني الاهتمام بتغذيته والاهتمام بالحالة البدنية بصورة عامة. فهذه الحالات الشديدة يمكن أن تحتاج إلى إعطاء، بالإضافة للمعالجات العامة، إلى إعطاء أكسجين. ليش؟ لأنه ممكن تصيب الرئتين وتؤدي إلى ضيق بالنفس
وزرقة بالشفتين، يعني نقص استفادة الجسم من الأكسجين، وبالتالي نحتاج إلى تزويده بالأكسجين. في نسبة 5% من الحالات تحتاج إلى دخول مستشفى ودخول العناية المشددة والوضع على التنفس الصناعي، لأنه تصل حالة الإصابة الرئوية إلى درجة شديدة، وبالتالي تعطى بعض المعالجات الخاصة في المستشفى وفي العناية المشددة بالإضافة للتنفس الصناعي. نعم دكتور، يعني نسبة 80% يعني نسبة كبيرة، لأن هذا أيضا يعني لا يحتاج أن الواحد يعني يعيش يعني نوع من القلق أو من الهلع أو من الخوف من الموضوع هذا. ممكن الإنسان يعني يتثقف وأيضا يعني يحاسب، وأيضا موضوع التغذية مهمة، مناعة الجسم أيضا تكون عالية مهمة على أساس أنه يتغلب على الفترة هاي إذا كان مثلا في أعراض المرض نفسه. نعم، وخاصة يعني احنا اذا قارنا بالارقام، يعني مثلا اذا قلنا في احصائيات الولايات المتحدة الامريكية في عام 2017-2018 بالنسبة للانفلونزا، يعني نجد انه في موسم واحد حصلت 45 مليون حالة مرضية، منها تم ادخال 180 الف حالة الى المستشفى بسبب الانفلونزا، مو كوفيد، الانفلونزا العادية دكتور، هذا الانفلونزا الموسمية. الموسمية نعم. وفي هذا الموسم بالذات أكثر من 60 ألف حالة وفاة حصلت من الانفلونزا. نعم. وبالتالي إذا قارنا حتى اليوم ما جرى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد والإحصائيات المتوافرة، تحصي بأنه نسبة الوفاة يعني لا تتجاوز 3-4%. صحيح أنه نسبة الانفلونزا أقل، إلا أنه أيضا ما زالت حتى اليوم احنا بنعرف الحالات المسجله، يعني المسجله والمبلغ عنها لمنظمه الصحه العالميه، ولا نعلم اي احصائيات عن الحالات غير العرضيه او التي لم تسجل. يعني فبافتراض نعم. انه يعني ضمينا الحالات غير العرضيه والحالات اللي لا تسجل ولا تبلغ، فاعتقد انه نسبه الوفاه تكون اقل من ذلك بكثير. نعم أيضا دكتور، يعني في يعني حديثنا معك لو نتكلم عن عوامل الإصابة بالكورونا فيروس. طبعا حتى يصاب أي شخص بالمرض يجب توافر مجموعة من العوامل، هي قوة العامل الممرض، و يعني جرعة العدوى، ومقاومة الجسم. نعم طبعا، فقوة العامل الممرض هي قوة الفيروس ومقدرته على الانتشار. إذا مثلا ذكرنا موضوع الانتقال بأنه هذا الفيروس يعني لا يقاوم العوامل الطبيعية الخارجية، ويمكن بدرجة من الجفاف، درجة خاصة من الرطوبة والحرارة، أنه يتم القضاء عليه، بالإضافة لاستخدام طبعا العوامل الكيميائية للتنظيف مثل استخدام الكلور، استخدام الكحول في بعض المواد اللي نستخدمها بمسح الأسطح وتعقيم الأجهزة والمعدات، فيمكن القضاء عليه بصورة سهلة جدا خارج الجسم. يعني يحتاج الفيروس لجسم معين ليعيش ويتكاثر فيه، وبالتالي إذا أمنا له جسم ضعيف فهو سيتكاثر بسهولة، ولكن إذا اعتنينا بالمناعة، قوينا الجسم وكان بشكل مستمر احنا تغذيتنا جيدة، رياضتنا جيدة، معتنين بنشاطنا بشكل مستمر، يعني يستطيع الجسم أن يقاوم إلى حد كبير. وقد يقول البعض أنه طيب لا يوجد لقاح، فكيف المناعة بتتدخل؟ احنا بنعرف أنه المناعة تنقسم إلى نوعين، مناعة غير نوعية ومناعة نوعية. المناعة النوعية هي التي يتم توليدها بالأجسام المضادة أو باللقاحات، بينما المناعة غير النوعية للجسم هي جاهزية الجسم لمواجهة والتصدي لأي عوامل ممرضة يمكن أن تدخل له بغض النظر عن نوعيتها. يعني مثلا إذا ذكرنا مثال الحصبة، المناعة النوعية للحصبة لا تهاجم إلا فيروس الحصبة. صحيح. أما المناعة غير النوعية فهي تواجه فيروس الحصبة وتواجه غيره من كل العوامل الممرضة اللي يمكن أن تغزو الجسم. نعم دكتور. جرعة نعم.
دكتور، بس يعني في نفس الإطار الحديث عن دور المناعة في مقاومة المرض وأهمية تقوية، لو نتحدث عن تقوية الجهاز المناعي للحد من مضاعفات مرض الكورونا بالأخص، يعني الكورونا فيروس. طبعا الراحة مهمة جدا لتقوية الجسم تجاه مقاومة العوامل المضرة. النوم الكافي، التغذية الجيدة، النشاط الحركي المستمر والتمارين. الحالة النفسية، أيضا الحالة النفسية تلعب دور كبير في تقوية الجهاز المناعي في الجسم. صحيح، ولذلك يجب إحنا بحياتنا الخاصة، وخصوصا هلأ في هالظروف اللي احنا مثلا نجلس فيها بالمنزل ونمارس بعض النشاطات، من هذه النشاطات نفكر مليا بموضوع المناعة، نفكر بكيف بدنا احنا مثلا نتعامل مع الظروف النفسية للأطفال في المنزل، نفكر بتغذية الأطفال، نفكر بإجراء التمارين الرياضية في المنزل، بالإضافة طبعا للاهتمام ب الراحة والحصول على الساعات الكافية من النوم. نعم دكتور، أيضا نحن في الحلقات السابقة تكلمنا بأن هناك عوامل ممكن أن يعني تقلل مناعة الجسم، اللي هي كثرة السهر وكثرة الأغذية اللي فيها اللي عالية في الدهون، أو الأغذية اللي هي عالية في السكريات. أكيد طبعا نعم مثل ما ذكرنا العوامل الإيجابية بالنسبة للمناعة، فعكسها طيب هو يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على المناعة. طبعا السهر الطويل يمكن أن يؤدي إلى التعب وإنهاك الجسم وضعفه، ويمكن أن تضعف مقدرته على مقاومة العوامل الممرضة. أيضا التغذية، هناك الكثير طبعا التغذية بصورة عامة اللي هي تتميز بالاحتواء على الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هي هامة جدا لبناء الجهاز المناعي وقدرته على ممارسة وظيفته. فإذا كانت العوامل الغذائية غير متوافرة بالغذاء فبيكون الجسم ضعيف. وكيف تتوافر يعني هذه العوامل بالغذاء؟ تتوافر بشكل أساسي من الخضار والفواكه، والحصول على الغذاء المتوازن بصورة عامة لحاجة الجسم. نعم دكتور، لو نتحدث على السريع يعني عن هناك طبعا يعني عدة طرق لانتقال الكورونا فيروس من شخص إلى آخر، لو نتحدث معك عن هذه الطرق بشكل عام دكتور، وخاصة ما يتعلق ب يعني القطيرات أو بالالتماس. طبعا يعني أهم عنصر من العناصر اللي احنا نركز عليها دائما هي اليدين. اليدين هي المحور، يعني إذا ذكرنا القطيرات، الانتقال بالقطيرات، القطيرات تخرج من الفم وتدخل بشكل مباشر. إنما المجال الأكبر هو عندما تخرج هذه القطيرات ولا تستطيع ولا تجد شخص بالمقابل أن تدخل له، فهي تسقط على الأماكن، على الأجهزة، على الأدوات، على المعدات، على المحيط. إذن يصبح كل المحيط ملوث بهذه الفيروسات، واليدين تلعب عامل أساسي بلمس المكان الملوث ونقل الفيروسات إلى الجسم. نعم يعني تجنب لمس الوجه والأنف والعينين بمنتهى الأهمية من أجل منع العدوى. غسيل اليدين بشكل مستمر لمدة 20 ثانية بصورة صحيحة كمان أيضا بمنتهى الأهمية. ارتداء الكمامات في الظروف المناسبة والظروف المواتية والظروف المطلوبة أيضا مهم جدا لمنع خروج القطيرات ولمنع دخولها إلى الشخص الآخر. أيضا نعم. تعقيم الأسطح. نعم. تفضل. نعم دكتور، أعتذر لأن أدركنا الوقت في الحقيقة، وحديثنا شيق. معك دكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك.
شكرا شكرا لكم. شكرا. عفوا. مستمعينا الأعزاء، كان حديثنا مع الدكتور وليد عن التشابه والاختلاف بين الأعراض الكورونا فيروس والإنفلونزا العادية. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. اتباع السلوكيات الصحية مهمة، الرياضة بشكل يومي لمدة 30 دقيقة، عدم الخروج من البيت، خلك في البيت، لأن احنا دائما نقول وجودك في البيت هو سبب أساسي لنجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة لصحتكم وسلامتكم. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج، أستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر والتقدير لك، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.